كان ناقص الكابتن محمود عاشور حكم مباراه الزمالك والجونه يخليها الدقيقه 120. طب يا كابتن ليه 7 دقايق بس ولا 6 دقايق وقت بدل ضايع؟ الدقيقه 115 118 120 125 140، يعني لحد الزمالك ما يتعادل وصفر. يعني ايه المشكله يعني؟ 6 دقايق قليل يا كابتن، يعني جيت برضه ربنا يكرمك كده والزمالك يتعادل في اخر ثانيه، اخر شوطه يجيب هدف التعادل، يعني عادي خالص. يعني هو اهو يعني يقول لك دايما، كان يقول لك ايه الاهلي والحكام وراجعين وبيدوا 6 دقايق والاهلي بيجيب الجون. طيب هو ما انت حصل معاك النهارده كده. وعلى فكره الدوري ضاع انتهى، ماتش النهارده يعطى الاهلي ان شاء الله مباراه المقاولون بعد بكره ان شاء الله، والاهلي يفوز وخدنا الدوري. كل سنه وانت طيب، وقلناها من اول السنه من اول بدايه الدوري، الدوري اهلاوي، الدوري في الطريق الى الجزيره، عندنا كذا دولاب مليانين، نزود كمان كام دولاب كمان زياده، ناخد كمان نحط الدوري. الدوري اهلاوي، هو عشق الاهلي، الدوري عارف مكانه وعارف طريقه وعارف اللون بتاعه، عارفه الحكايه. النهارده انت اللي قلت كده. مستشار مرتضى منصور من كام يوم كان عامل لقاء بعد الزمالك، طبعا عملوه معسكر داخلي ومعسكر خارجي، والراجل بصراحه النادي صرف، ما قصرش مع نادي الزمالك، ما قصرش معاهم ولا مع اللعيبه ولا خالد جلال ولا، بصراحه يعني اداهم كل حاجه. قال لهم ايه؟ 9 نقاط، عندكم 9 نقاط لازم يجوا، واللي عنده عربيه البيت محتاجه هنعملها، واللي الثلاجه ناقصه هنعملها، والراجل اداهم كل حاجه، وهتكون اعلى مكافاه في التاريخ لو جبتوا الدوري. سياده المستشار الدوري ضاع. انا بقول لك اهو. لا قول له، قول له ربنا كرمك ووفرت فلوسك. هو الراجل بصراحه اداهم كل حاجه وقال لهم كل حاجه وكان بيدعمهم ودعم كبير جدا، والله حتى يوم ما كلمته قلت له انت عملته؟ قال لي طب اعمل ايه؟ اهو انا بدعمهم عشان ربنا يكرمنا. الدوري ضاع، نقطتين ضاعوا، خلاص دوروا بقى على الكاس. دوركوا اللي جاي. ولكن كابتن عاشور كتير قوي يا فندم. طبعا حكامه لازم نحترمه والكلام، لكن انا بتكلم على الوقت. ليه 6 دقايق؟ ولحد ما يجي لازم نصفر. ما هو لازم التعادل. الجونه عامل ماتش النهارده عالمي صراحه. ماتش عالمي للجونه، بنحييهم. والزمالك طارق حامد، طارق انا بحبه بصراحه عشان راجل راجل راجل، طارق حامد سجل هدف النهارده، سجل هدف عالمي، وقليل قوي طارق ما بيسجل، ولكن النهارده كان يعني فتح خير. ولكن الفريق النهارده بيفقد نقطتين في الصراع على البطوله، والبطوله في الطريق الى النادي الاهلي. معلش خدنا شويه كوره كده.